أزمة الديون مشكلة بتواجه عدد كبير من الدول ومنهم مصر، لكن الجديد إن الأزمة دي في طريقها للحل، واحتمالية التخلف عن سداد الديون أمر خلاص في طريقه للحل، فهنعرف التفاصيل دي في الفيديو ده. بانكير، نبض البنوك. كان في كلام كتير ومنها مؤسسات دولية بتقول ان مصر مش هتقدر توفي بسداد ديونها، لكن الاحتمال ده خلاص في طريقه للتراجع. وكمان مديرة ادارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك قالت ان مصر بتجري محادثات مع الصندوق للحصول على تمويل اضافي، وده امر حاسم في مسألة ضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل. واكبر دليل على تجاوز مصر اي ازمه كانت متعلقه بسداد الديون هو اللي نقلته وكاله بلومبرج عن كبيره الاقتصاديين في بنك ابو ظبي التجاري مونيكا مالك، واللي قالت لاحد يريد ان يرى مصر تسقط الان او ان تسوء اوضاعها الاقتصاديه، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزه، والشركاء الدوليين هيكون على استعداد لتقديم دعم اضافي. وبالتالي توقعت مؤسسات دوليه زي وول ستريت من بنك اوف امريكا بانحصار خطر حدوث ازمه ديون فوريه في مصر، وعشان دي شهاده دوليه من مؤسسات هامه، فبالتالي وضع استراتيجيين الاسواق الناشئه في بنك مورجان ستانلي سندات مصر دولاريه لاجل 30 عام على قائمه 9 سندات للشراء. ومن المؤشرات الداعمه لمساله تجاوز مصر لاي ازمه محتمله بشان سداد ديونها هو تصاعد حدد العنف في غزه، واللي بيدعم مساله حصولها على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين باعتبارها الدوله الاقوى الاكثر تاثيرا في الاحداث والاكثر دعما لفلسطين. وحاليا الحكومة المصرية بتتفاوض مع صندوق النقد لرفع التمويل من 3 لبين 10 و 12 مليار دولار، وده بيلاقي استجابة من صندوق النقد الدولي. وبالفعل أكد مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا انه هيتم زيادة حجم البرنامج الدعم لمصر، وقالت ان الصندوق بيدرس بجدية زيادة برنامج القرض المقدم لمصر، وده نظرا للصعوبات الاقتصادية اللي بتواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وعلى مستوى السياسات المالية والتفاوض مع صندوق، ففي حاليا مفاوضات متقدمة بين الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد الدولي، وده للمناقشة بشأن سعر الصرف مرن وكذلك تجديد السياسات المالية والنقدية وخفض معدلات التضخم. كمان إدارة صندوق النقد الدولي أكدت إن أي تخفيض آخر لقيمة العملة ممكن ما يكونش مطروح في المستقبل القريب، وإن الصندوق بيعطي حاليا الأولوية للسيطرة على التضخم من إصلاح سعر الصرف. الأمر في الأساس بيرجع لأن المقرضين الدوليين أصبحوا الآن أكثر تفاهم بسبب الحرب على غزة وقرب مصر من الأحداث ودورها الفعال في المنطقة. كمان في تقارير دولية أشارت بأن الاتحاد الأوروبي بيخطط لضخ استثمارات بنحو 10 مليار يورو في مصر، يعني حوالي 10.8 مليار دولار، إلى جانب تدابير لتخفيف عبء الديون المساعدة في استقرار اقتصاد البلاد والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط. كمان من الأسباب الدافعة لانتهاء أزمة الديون هو ما أقدمت عليه الدولة بشأن تقديم عدد من الشركات في البورصة، واللي بدوره بيعزز الحصيلة الدولارية للدولة. وبالفعل بنك الاستثمار القومي بيبدأ الآن التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت إنا، وده بنك حكومي، وبخروجه بيعزز إمكانية بيع حصته للقطاع الخاص. كان معكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.